السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتنا لتعلم اللغة الإنجليزية. كما تلاحظون إخوتي أننا سنتحدث اليوم عن the verb to be أو الفعل فعل الكينونة في المضارع البسيط، وهذا الفعل إخوتي مستعمل بكثرة في اللغة الإنجليزية. لاحظوا معي هذا المثال: Clara is very smart. Clara اسم علم لأنثى، is the verb to be in present simple أو المضارع البسيط، very جد smart ذكية. ونقول باللغة العربية كلارا ذكية جدا، ولن نقول كلارا تكون ذكية جدا، الأصح هو كلارا ذكية جدا. She is smart أو she is very smart. هي تكون is very جد smart ذكية، هي ذكية جدا، ولن نقول هي تكون ذكية جدا لأن هذه ترجمة حرفية. Children are late. Children أي الأطفال are يكونوا late متأخرون. الأطفال متأخرون. They are late. They هي ضمير الفاعل أي subject pronoun، ونعوض بها children. Are late متأخرون. إنهم متأخرون. I am happy. أنا سعيد أو أنا مسرور. فعل to be هنا هو am. إذن إخوتي، هنا سوف نقوم بشرح the verb to be in simple present، أي فعل يكون في المضارع البسيط. بالنسبة للشكل الكامل أو المعنى الكامل the verb to be، سوف نقوم بتقسيم هذا الفعل إلى ثلاثة أقسام: am، is، و are. am نستعملها فقط، وأركز على فقط مع I أي مع أنا. I am أنا أكون. Is نستعملها مع he is أو هو يكون. She is هي تكون. It is هو أو هي تكون. It نستعملها للمفرد غير العاقل سواء كان شيئا أو جمادا أو حيوان. يمكن استعمال is أيضا مع أسماء العلم أو الأسماء المفردة بشكل عام: the man is، ونقول الرجل يكون باللغة العربية. This table is، هذه الطاولة تكون. are نستعملها مع we أي نحن، we are نحن نكون. you أي أنت أو أنت أو أنتما أو أنتم أو أنتن،
أي ضمير المخاطب سواء كان جمع أو مفرد، نقول you are، they are أي هم أو هما أو هن، سواء كان هذا الضمير مؤنث أو مذكر. People are جمع شخص أي people. الناس يكونوا، يمكن استعمال are أيضا عندما نتحدث عن أنا وشخص آخر ونعوضها ب we. هنا نقول Tom and me، توم وأنا، ولن نقول، ركزوا جيدا، لن نقول باللغة الإنجليزية Tom and I، بل نقول Tom and me are. لاحظوا جيدا، بالنسبة للشكل المختصر نسميه باللغة الإنجليزية short form أو contraction. I am إذا أردنا استعمالها في short form أو عندما نتكلم نقول I'm. I am I'm. You are your. He is his. She is she's. It is its. We are we're. You are your. They are their. بالنسبة لnegative form أو النفي نقوم بتقسيمه أيضا إلى short form و full form، شكل كامل وشكل مختصر. بالنسبة للشكل الكامل full form نقول I am not، نضيف not بعد الفعل to be. You are not، أنا لا أكون. He is not، هو لا يكون. She is not، هي لا تكون. It is not، هو أو هي لا تكون أو لا يكون. We are not، نحن لا نكون. You are not، أنتم أنتما أنتما أنتن لا تكونوا. They are not، هم أو هن أو هما لا يكونوا. Short form، أي الشكل المختصر في النفي طبعا. لاحظوا جيدا وركزوا معي إخوتي، بالنسبة لي I am not نقول I'm not، حذفنا A في am وأضفنا apostrophe. لكن بالنسبة لما يلي الضمائر الأخرى سوف تلاحظون الفرق بين I وباقي الضمائر. You aren't، هنا قمنا بحذف O، قمنا بربط R مع not وحذفنا O ثم عوضناه بapostrophe. You aren't. نفس الشيء بالنسبة لباقي الضمائر الموالية. He isn't، حذفنا O وعوضناها بapostrophe. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't.
بالنسبة للشورت فورم أي الشكل المختصر، نستعمله دائما في الكلام أو عندما نتحدث وليس في الكتابة. سوف ننتقل إلى طريقة استعمال the verb to be أي فعل الكينونة عندما نطرح أي سؤال في اللغة الإنجليزية. نقوم بتغيير مكان الفعل والفاعل. سوف نعوض مكان الفاعل بالفعل ونقوم بوضع الفاعل بعد الفعل كما سوف تلاحظون هنا لطرح السؤال. Am I late؟ هل أنا متأخر؟ Am I late؟ في positive نقول I am late، لكن في السؤال نقول Am I late؟ هل أنا متأخر؟ Are you late؟ هل أنت متأخر؟ Is he late؟ هل هو متأخر؟ Is she busy؟ هل هي مشغولة؟ Busy يعني مشغول أو مشغولة. Is it good؟ هل هذا جيد؟ Are we sick؟ هل نحن مرضى؟ Are you happy؟ هل أنتم راضون أو هل أنتم فرحون؟ هل أنتم سعداء؟ Are they here؟ هل هم هنا؟ بالنسبة للمثال الموالي، إنه صديقي. ماذا سوف نقول باللغة الإنجليزية؟ بالنسبة لي إنه صديقي، هل سنقول he my friend أو he are my friend أو he is my friend؟ المثال الآخر، هما متزوجان، هل سوف نقول they married or they am married أو they are married؟ هنا بعض الأمثلة إخوتي للدعم فقط. I am glad to be here. I'm glad to be here. ثاني، يسعدني أن أكون هنا. He is a nice man. He is a nice man. إنه رجل لطيف أو هو رجل لطيف. Hurry up. We are too late. Hurry up تعني أسرع أو أسرعوا. We are too late. لقد تأخرنا. أسرع أو أسرعوا. لقد تأخرنا. هنا إخوتي سوف أعطيكم subject pronouns للدعم فقط أيضا، أي ضمائر الفاعل. subject pronoun هي ضمائر الفاعل. I أنا. You يعني أنت أو أنت إذا كانت مفرد. He هو. She هي. It هو أو هي لغير العاقل أي الجماد أو الحيوان. أنا جمعها هو we. نحن. You جمعها هو you. أنتما أنتم أو أنتن. لكن جمع he she أو it هو they، وتعني هما سواء كان مؤنث أو مذكر، هم أو هنّ.